نعم. بس السؤال الثاني يا شيخ بخصوص الدعاء، هل إذا كان عندي شك في، ليس في إجابة الدعاء ولكن في زوال الغمة عني، لأني أعلم أن الدنيا مجرد اختبار من الممكن أن يزول البلاء وممكن أن يظل، فهل هذا يعتبر شك أو شك في يقين لا لا، بالإجابة؟ هذا مكروه لك، لأن الله قال أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند، فظن بالله الحسنى، ظن بالله أنه يكشف المضطر، ظن بالله أنه يقبل توبة التائبين، ظن بالله كل حسن، أقول بالله كل ظن حسن. بالله أنه يجيب دعوة المضطرين، يجيب دعوة الداعي إذا دعان. بارك الله فيك بارك الله. وإياك.